طيب الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم ورسائلكم القصيرة على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة حول آخر المستجدات على الساحة العراقية. وفي البداية نوجه عناية السادة المشاهدين الكرام إلى أن التردد الجديد لقناة الرافدين هو 10727 على مدار القمر نايل سات، لذا يرجى من متابعينا ضبط أجهزة الاستقبال على التردد الجديد. نتحدث اليوم عن تداعيات رفع سعر الدولار مقابل الدينار العراقي على المواطن العراقي. الجماعة في العراق قرروا رفع سعر الدولار مقابل الدينار العراقي، يعني ضرب للعملة العراقية، حيث أعلن عضو اللجنة المالية في مجلس النواب جمال كوجر بأن البنك المركزي سيرفع سعر الدولار مقابل الدينار بداية من يوم الأحد بعد بكرة، ليصل سعر $100 إلى 145,000 دينار. هذا في داخل البنك المركزي، برا المركز البنك المركزي راح نعرف إيش قد راح يوصل سعره بالسوق. اللجنة المالية استضافت يوم الخميس محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف لبحث الأزمة الاقتصادية كما جاء وتداعيات ارتفاع سعر صرف العملة الصعبة على الوضع في السوق العراقي. كوجر قال بأن محافظ البنك المركزي أبلغ اللجنة برفع سعر الدولار مطلع الأسبوع المقبل بناء على مقترح لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي. في السياق أشار وكيل وزير المالية الأسبق فاضل نبي إلى أن البنك المركزي قرر رفع سعر بيع الدولار الواحد إلى 1450 دينار عراقي، وأوضح بأن سعر صرف الدولار في الأسواق المحلية سيصل إلى 1600 دينار. هذا بالسوق، يعني بالبنك 145,000، بالسوق 1600، أي 160,000 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار اللي كان قبل أيام 125,000. حاليا يبيع البنك المركزي العراقي الدولار ب 1190. فاضل نبي عزا هبوط قيمة العملة العراقية أمام الدولار بسبب وجود المصارف وتجار العملة الذين يعملون على رفع سعر الدولار من أجل تحقيق الأرباح. استبعد وكيل وزير المالية الأسبق انخفاض سعر الدولار إلى ما كان عليه سابقا، يعني راح تبقى العملة العراقية وانهارة. طبعا المتضرر الأول والأخير من رفع سعر صرف الدولار في العراق هو المواطن العراقي والموظف اللي يستلم بالدينار والعامل اللي يستلم بالدينار العراقي. راح ترتفع السلع، ترتفع البضائع، لأن إحنا ما عندنا جهات رقابية حقيقية تضبط إيقاع أسعار السلع والبضائع. ومن المتضررين هم الطبقات الهشة والفقيرة والعاملين في القطاع الخاص مثل ما أشرنا العمال. ورفع سعر الدولار راح يؤدي إلى التضخم، بالمقابل ملايين الدولارات اللي تصرف على البطاقة التموينية لكن مفردات هذه البطاقة ما يتم تسليم أي شيء منها إلى المواطن العراقي حتى نقول شيء راح يسد شيء. محافظ البنك المركزي أوضح بأن البنك يستعد لإطلاق حزمة من الإجراءات كما قال التي ستحقق توازن في سعر الصرف لعام 2021، منها إطلاق مبادرة بمبلغ 3 تريليون لدعم ذوي الدخل المحدود ومضاعفة توفير العملة الصعبة في السوق، مضاعفة توفير العملة الصعبة في السوق حتى يستفادون الأحزاب والجماعة من بيع العملة، زيادة نسب الفائدة على العملة العراقية المودعة في المصارف. طبعا صباح اليوم الجمعة وصل سعر $100 بالسوق 138,000 دينار في صيرفات بغداد والمحافظة العراقية إثر تسريب مسودة أولية لموازنة عام 2021 راح نشوفها بالشاشة وإحنا نتكلم. اقترحت سعر صرف جديد للدولار مثل ما أشرنا بلغ 1450 دينار قبل أن ينخفض إلى 132,000 دينار بعد تأكيدات حكومية ونيابية بأن هذه المسودة غير نهائية وقابلة للتعديل. طبعا وفقا لهذه مسودة قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 المسربة تضمنت عجزا تجاوز 58 تريليون دينار عراقي، كما تم احتساب الإيرادات من تصدير النفط الخام
على أساس سعر 42 دولار لكل برميل بمعدل تصدير 3,250,000 برميل يوميا، بضمنها 250,000 برميل مصدرة من إقليم كردستان العراق. طبعا تتصاعد المخاوف لدى شرائح واسعة من المواطنين العراقيين بسبب الأزمة المالية، لا سيما بعد تقديم مشروع موازنة عام 2021 التقشفية واعتماد الحكومة سياسة تخفيض قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي، ما يضع مزيدا من الضغط على كاهل المواطن. إذا تحدثنا عن الموضوع، طبعا كذلك خلينا نستمر، وكالة أسوشيتد بريس الأمريكية قالت بأن تسريب مسودة موازنة 2021 سبب حالة ذعر لدى العراقيين، كما كشف نوايا وزارة المالية بخفض قيمة الدينار والرواتب لمواجهة آثار الأزمة الاقتصادية. أوضحت الوكالة في تقرير لها بأن وزارة المالية أقرت في موازنة 2021 سعر صرف الدولار بواقع 1450 كما أشرنا داخل البنك وبرا بالسوق ب 1600، يعني الورقة الوحدة يصير سعرها 160,000 على عكس السعر الرسمي الحالي للبنك المركزي والبالغ 1182 دينار، ما يسبب اضطرابا كبيرا في السوق وسعر صرف العملة. النائب في البرلمان عدنان الأسدي قال بأن تفشي الفساد وغياب الحلول الواقعية ساهمت بانهيار الدينار العراقي، وأوضح الأسدي بأن تسريب الموازنة يؤشر على وجود خلل وله تداعيات جسيمة على واقع البلد، وطالب الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الاقتصاد مع عدم تبرير ما يجري الآن من انهيار اقتصادي. إذا تحدثنا عن بيع العملة، فقط قبل 4 أيام تحدث النائب في البرلمان محمد صاحب الدراجي مغردا على تويتر بأن مبيعات البنك المركزي كانت بيوم واحد 230 مليون دولار، فرق سعر البيع بين البنك والسوق 110 دينار لكل دولار، يعني الربح كما قال 25 مليار دينار بيوم واحد. 25 مليار دينار بيوم واحد، المفروض أي تغيير كما قال في سعر الصرف لازم يكون من خلال البنك المركزي حتى تستفاد من الدولة والمواطن، مو من خلال تجار العملة حتى هم ومن وراءهم يستفيدون. يعني 25 مليار دينار عراقي راحت إلى جيوب الأحزاب والفاسدين ولم تذهب إلى خزينة الدولة. معنا اتصال، في اتصال ولا نستمر؟ نعم، أبو محمد من السماوة، تفضل أبو محمد. السلام عليكم. السلام عليكم، شلونك أستاذ عمر؟ حياك الله أبو محمد. يعني شلون نشوف رفع قيمة الدولار مقابل الدينار العراقي من كان بالسوق 125 راح يصير 160؟ أستاذ عمر صراحة ارتفاع الدولار صار عندنا ضجة هنا بالشارع العراقي، خاصة هنا بمناطقنا. نعم، يعني الناس متخوفة حيل من شغلة ارتفاع الدولار، وفعلا يعني صار عندنا ارتفاع بالسلع والمواد الغذائية، والناس نعم تنظر بريبة لشغلة ارتفاع الدولار حقيقة، وكلها متخوفة من هذه القضية. فأنت تعرف انه هو الموظف براتبه هذا اللي هو تعطيه الدولة والمحسوب عليه راتب، لأنه هو راتب قليل يعني ما يكفي يسد حاجات المواطن. نعم. ما يكفي مع ارتفاع الدولار هذا راح يدهور بعد أكثر وضع الموظف. احنا مثل ما أبو محمد احنا نعرف كنا نعم انه الموظف العراقي يستلم بالدينار ما يستلم بالدولار، وبهذه نعم الحالة احنا دولة مستوردة، يعني حتى المزارع محارب، صحيح، اللي يسوي بحيرات أسماك محارب، اللي يريد يصنع محارب، احنا كل بضائعنا السلع، صحيح، والخضروات نستوردها من برا، فبهاي نعم الحالة راح ترتفع نعم هذه السلع، بالمقابل الموظف راتبه نعم نفس الراتب ويستلمه بالدينار العراقي، يعني راح ترتفع نعم الأسعار. نعم بالضبط، راح ترتفع الأسعار وراح صحيح تؤدي إلى كارثة. نعم هو هذا نعم اللي أريد أوصله أستاذ عمر، إنه الدينار العراقي راح تضعف قيمته مقابل الدولار، فهو أساساً قلت لك يعني الراتب ضعيف، يعني مو ذاك الراتب القوي مثلاً حتى يضاهي قوة الدولار أو كذا أو ارتفاعه، فبالتالي راح يدفع ثمن الموظف هنا.
بالنسبه للمزارعين، المزارعين عندنا احنا محصول الشلب بهذه الايام هو تدري هو جاي يبيعونه للدوله الفلاحين. نعم. ومع هذا هم يعني صار عندهم حاله من انكسار الفلاحين. هذا نقول لك انا وقع حال المنطقه يعني. نعم. يعني يقول لك انا ما استلم فلوس ما راح تعطيني الدوله، هم تخلي سنتين وثلاثه. فالعالم بخيره كله عايش، الوضع عندنا هنا اصبح يعني مزري، الكهرباء مزينه بالنسبه لنا لان كانت الكهرباء تأمناها انه كانت شويه زينه بفتره الصيف او بنهايه الصيف. نعم. اشتغلت عندنا المحطه الغازيه بالمحافظه واستبشرتنا خير، وتفاجئنا بهذه الايام اللي مضى انه الكهرباء صارت عندنا مزينه. ولما سالنا قالوا الغاز اللي يستوردونه من ايران قطعته ايران، والسبب انه مطلوبين فلوس لايران. نعم. فهذا دهور الوضع عندنا هنا بالاكثر يعني، بعد زاد عندنا الوضع سوء حقيقه. الله يعينكم. هواي امور. نعم. استاذ عمر، مو بس. نعم. ان شاء الله في الدولار يعني عندنا وارتفاعه صعوده. هواي امور يعني جاي يصير حفيظه الناس عندنا هنا. نعم. اني اشكرك. نعم. اخي ابو محمد من السماوه كان معنا. صلاح من صلاح الدين. صلاح، شلون نشوف رفع سعر الدولار من قبل البنك المركزي العراقي مقابل الدينار العراقي؟ والله استاذ العزيز يعني هذا يعذينا يعني، هسه في الديجيل يعني 47 147 الف يعني، فيعني احنا هنا نازحين، شلون راح ندبر العيشه؟ ما ادري يعني كل شيء راح يصعد، الطماطم الخيار يعني الخضر كلها تصعد يعني، المواد الغذائيه راح تصعد يعني، ابو البيت يعني يقدر يدبر حاله، فاحنا بخيمه شلون راح ندبر حالنا؟ ما ادري يا استاذ يعني، هسه لا كهرباء جاي تقصى علينا، نفط ماكو يعني، وين نروح؟ نعم. يعني فوق هالنوبه الورق صعد 147 يعني كل شيء راح يصعد، يا طماطم خيار هذا المواد الغذائيه كل شيء صعد يعني، احنا لا حول ولا قوه، وين راح نروح؟ يعني والله حرنا ويا العيشه حرنا، الله وكيلك حرنا يا استاذ العزيز، يعني ماكو حل لهذا الشيء يعني، ماكو يعني ماكو رئيس جمهوريه، ماكو يعني مرجعيه، ماكو يعني هذا الشيء، شنو هاي؟ هاي كارثه استاذ العزيز، يعني وين نروح؟ يعني هسه انا بخيمه قاعد، يعني هذا اذا صعد المواد الغذائيه لهذا انا منين اجيب؟ وانا هسه بطقه نازل انا قوه مدبر عيشتي، يعني هسه اذا صعد يعني المواد الغذائيه يعني شو راح ادبر عيشتي؟ ما ادري، وهسه اني يعني السته من العلب رقدتي، او شاهد الله شاهد الله بعظمته ما يجدني ألف دينار كل الشمال بكل الدول العربية ما يجدني ألف دينار، وقاعد بالخيمة أنا وست نفرات من العيلة وأني وبنواتي وجاري وقاعد، يعني أنا شلون ما يجدني ألف حتى حاليا، لا صعد دولار ولا أنا بالدولار، أنا ما عندي يعني، حتى وين راح أروح يعني، حتى أنا وين شش وين أروح وين أتوجي وين، هذا الكهرباء يطفونها، هذا المولد من تفقوية بالكهرباء يعني بالنهار يطفيها، بالليل يطفيها، خاطر يشغل لنا هذا بالاهلي يشغل لنا المولد، يطلع على المبير علينا بال 15000 16000 دينار يعني، مبيرين ينطي للخيمه وحده يعني، انا يطلع علي ب 30000، منين انطي 30 ومن انا مواد غذائيه ومن انا يا استاذ؟ نعم. يعني يعني انت يا استاذ الناش يعني الطيبين الناشده الخيرين الناشد شكو واحد براسه قيره الناشده يعني، احنا بسليمانيه في مخيم السليمانيه في عاشتي يا استاذ، لا حول ولا قوه، وين نطي وجوهنا؟ يعني انت مكان. نعم. خلي كل واحد شريف ويسمع صوتي اي مكان يعني. نعم. مو بس انا، شكو واحد شريف يعني. انتم بيا مخيم اخي صلاح يعني حاليا؟ استاذ العزيز احنا في مخيم السليمانيه، في مخيم عاشتي في ناحيه عربد. ها تب عاشتي؟ اي بعاشتي مخيم. نعم. عاشتي. وهاي صار لنا 6 سنين ما واحد مسؤول من صلاح الدين من اي واحد مسؤول يتبع اللغه العربيه جهنا علينا ان شاء الله، الخيرين الخيرين والمنظمات الخيره
يسمعون صوتك وما يقصرون معاكم. الأخ صلاح نازع من صلاح الدين إلى السليمانية بالتحديد في مخيم آشتي، إن شاء الله رسالتك توصل إلى الخيرين. أنا أشكرك أخي صلاح من صلاح الدين. طبعا اتحاد المقاولين العراقيين حذر مما أسماه بكارثة جديدة ستحل بالمشاريع وبشريحة المقاولين عند تمرير قانون موازنة 2021 بسعر الصرف للدولار الجديد والبالغ 1450 دينار للدولار الواحد حسب ما ورد بمسودة مشروع الموازنة المسرب. وأوضح رئيس الاتحاد علي سنافي في تصريح بأن الحكومة لم تأخذ بنظر الاعتبار الزيادة الحاصلة والتي قد تصل إلى أكثر من 20% بفرق السعر عما هو محتسب بالوقت الحالي، وبالتالي فإن تسعيرة الدولار الجديدة ممكن أن توقف 70% من المشاريع المحالة على المقاولين. أضاف بأن قرار تخفيض سعر الدينار مقابل الدولار سيؤدي كذلك إلى خلق بطالة جديدة وكبيرة في صفوف العراقيين، كونه سيؤدي إلى توقف مشاريع القطاع الخاص وبالتالي تضرر العاملين في ذلك القطاع ما يتسبب بأزمة أخرى للبلد. ماذا يعني تخفيض قيمة العملة؟ ماذا يعني تخفيض قيمة العملة من وجهة الاقتصاد؟ طبعا تلجأ الدول إلى قرار تخفيض قيمة عملاتها الوطنية بشكل أساسي من أجل إعادة التوازن إلى موازينها التجارية. وإحنا نستورد، إحنا سوق، إحنا نستورد ما نصدر طرق النفطات. تخفيض قيمة العملة هو خفض سعر الصرف الرسمي لهذه العملة مقابل عملة دولية مرجعية كالدولار أو اليورو، بحيث يقل عدد الوحدات من العملة الأجنبية التي يمكن الحصول عليها مقابل وحدة واحدة من العملة الوطنية. يصح الحديث عن تخفيض قيمة حينما يكون سعر الصرف صرف العملة خاضعا للإدارة المباشرة للدولة التي تحدد هذا السعر عبر قرار حكومي. أما عندما يكون سعر الصرف خاضعا لقوى العرض والطلب، هذا موضوع معروف، يحصل تراجع في قيمة هذه العملة. فالأولى هو الحديث عن انخفاض قيمة العملة، بمعنى بأن التخفيض هو فعل إرادي من الدولة، أما الانخفاض فهو نتيجة تلقائية للتفاعل الحر بين العرض والطلب في سوق النقد الأجنبي دون تدخل مباشر من الدولة. طبعا الدوافع والأهداف، تلجأ الدول إلى قرار تخفيض قيمة عملاتها الوطنية بشكل أساسي من أجل إعادة التوازن إلى موازينها التجارية التي تعرف عجزا هاما وبنيويا أو على الأقل للتخفيف من حجم هذا العجز. تخفيض قيمة العملة الوطنية يؤدي إلى جعل أسعار السلع المستوردة أغلى بالنسبة للمقيمين، مما يفترض أنه سيحد من شراء السلع القادمة من الخارج ويشجع الإقبال على المنتجات الوطنية، وإحنا ما عدنا منتجات وطنية وما عدنا صناعة فعلية. إذا حصل ذلك فالنتيجة الطبيعية هي تراجع حجم الواردات ونقص فاتورتها بالعملات الأجنبية، وليس بالضرورة نقصا لفاتورة الواردات مقومة بالعملة الوطنية، لأن أثر انخفاض قيمة العملة يمكن أن يكون أكبر من أثر تراجع حجم الواردات. ونرجع ونقول إحنا ما عدنا صناعة فعلية في العراق. بالمقابل تصبح أسعار السلع المصنعة محليا أرخص بالنسبة للأجانب. هاي إحنا نتكلم على دولة صناعية، هذا يعني لا ينطبق مع الأسف مع العراق، ما يفترض منه سيعزز القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية ويرفع بالتالي من حجم الصادرات إلى الخارج. إذا تراجعت الواردات وتضاعفت الصادرات بما يكفي، فإن ذلك يعيد الميزان التجاري إلى حالة التوازن. تلجأ بعض البلدان لقرار تخفيض قيمة عملاتها بهدف تحفيز الإنتاج الوطني من أجل الرفع من نسبة النمو الاقتصادي والحد من البطالة من خلال التوظيف وتوفير مناصب الشغل الجديدة المواكبة لزيادة الإنتاج. طبعا يوجد عاملان يعدان من أهم العوامل التي تحدد فعالية أي سياسة صرف قائمة على تخفيض قيمة العملة. أولها مدى قدرة الآلة الإنتاجية الوطنية والنسيج المقاولات المحلي تكنولوجيا وماليا وبشريا على تصنيع السلع المستوردة من الخارج بجودة مماثلة أو معقولة وأسعار منافسة وإحلال منتجات وطنية مكانها. ومثل ما أشرنا إحنا ما عندنا الصناعة. يتعلق الأمر خصوصا بالسلع التجهيزية مثل الآلات، السلع الاستهلاكية،
الأجهزة الإلكترونية كالهواتف الذكية والتي يستعصي إنتاجها على الكثير من البلدان بسبب عدم توفر التكنولوجيا الضرورية أو مصادر التمويل الهائلة التي يتطلبها إنجاز مثل هذه المشاريع نظرا لكثافتها الرأسمالية. ثانيا، مدى المرونة السعرية للصادرات والواردات، بمعنى مدى تجاوب الطلب على الصادرات والواردات مع تغيير الأسعار الناتج عن تخفيض قيمة العملة. عندما تكون المرونة السعرية لبعض السلع المستوردة والمستهلكة على نطاق واسع ضعيفة بسبب أنها لا تصنع محليا أو لأن الإقبال عليها نتيجة لاعتبارات غير حساسة للسعر، الجودة والابتكار والمضمون التكنولوجي، فإن ارتفاع أسعار هذه السلع لا يؤثر كثيرا على حجم استهلاكها محليا ولا يؤدي بالتالي إلى انخفاض مهم في الواردات. بالمقابل، حينما تكون المرونة السعرية لبعض أهم السلع المصدرة ضعيفة بسبب افتقارها إلى مقومات التنافسية المتجاوزة للسعر أو احتدام المنافسة الدولية عليها، فإن انخفاض أسعار هذه السلع لا يؤثر كثيرا على حجم استهلاكها في الخارج ولا يؤدي بالتالي إلى ارتفاع مهم في الصادرات. بعد شوية بعد الاتصال نتعرف على أنه خفض السعر هو سلاح ذو حدين. معنا اتصال أبو فيصل من السعودية. تفضل أبو فيصل. أهلا وسهلا، حياك الله، مساء النور. تحية لك يا أستاذ جنابك، تحية للقناة وتحية للشعب العراقي. يا أهلا بك. وتحية ثوار تشرين أستاذ. نعم. بالنسبة لموضوع الدينار العراقي. نعم. المشكلة هي ليس لضعف الدينار، وإنما بالنظام الفاشل بالعراق الذي هو يقود جارة السوء إيران، وهي من تفرض حكام على العراق. نعم. ونحن نعرف أثناء العدوان الإيراني على العراق قبل سنوات استمر، كان الدينار العراقي يعني عادل دولارين، كان يعني الدينار العراقي ليس بس سهل، لكن النظام وهذا عملة العراق لم يتغير بأي شيء إلا بزوال هذا النظام التبعي، هذا النظام الذي دمر العراق. وعلى الشعب العراقي، بس نحن نلوم على الشعب العراقي، لماذا لا يثور الشعب؟ هل ينتظر من الدول العربية أن تقف معه؟ ولا ينتظر من الأمم المتحدة على الشعب العراقي؟ ما الشعب العراقي يا أبو فيصل، الشعب العراقي دي يقوم بتظاهرات ودي يقتلوه، دي يواجه آلة حكومية والدول العربية والمجتمع الدولي واقفين مع هؤلاء الفاسدين، خنكون واقعين. صحيح سيد عمر. يعني. لكن كثير من الشعب العراقي حتى الآن متردد، يعني ما هذه المصيبة؟ لازم الشعب العراقي إذا يبقى الحياة والكرامة لا بد أن يقف إلى ثورة تحرير العراق، تحرير الشعب العراقي من هذه العصابة لا محاصص، لازم تكون ثورة صاملة. فهذا النظام حتى نغيروا لك المعتوه هذا الكاظمي بعادل عبد المنقش، لا يتغير شيء. وإحنا شفنا هذه الجريمة التي ارتكبها المعمض الصدر على ضده بالناصرية الشرفاء وقتل منهم جرسلهم قاسم العارجي. قاسم العارجي هو معروف من السعودية. أنا أشكرك. محمود من الأنبار، تفضل محمود. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. محمود شلون نشوف؟ شلونك استاذ العزيز؟ حياك الله، يا هلا بك. موضوع رفع سعر الدولار مقابل الدينار العراقي في العراق، هاي كلها مشاكل الفساد. نعم. فهي الميليشيات المستفادة من ارتفاع سعر الدينار العراقي، الدولار تقصد، وخفض الدينار، الدولار عفوا. نعم. هم المستفادين من هذا الشيء. نعم. فصارت هاي المشكلة، سواء مشكلة الدولار عمجد يظلون بالحكم وجاي يقتلون بالمتظاهرين، وشيء حرام والله مع الأسف. وأنا بس حبيت أخابر، لأن أنا متابعكم من 2009 من كنا صغير وما كبرت. عمو رحمة الله عليك، مع السلامة. مع السلامة. محمود بن أنبار كان معنا، أهلا وسهلا بك. طبعا نبين بأنه موضوع خفض، طبعا نتكلم عن الدول الصناعية اللي تلجأ إلى تخفيض قيمة العملة، مثلا اليابان دائما ما الدولة تقوم بالتدخل بخفض قيمة الين. ليش؟ لأن عندها صادرات، فما تريد قيمة الين ترتفع مقابل الدولار حتى الدول والمشترين من اليابان يلجون إلى دول أخرى لشراء هذه السلع بأقل قيمة. فهذه الدول المتطورة الصناعية تقوم بالتدخل بخفض قيمة عملتها من أجل تكون الصادرات في ارتفاع دائما إلى الخارج. هو السلاح ذو حدين، بدلا من أن يؤدي تخفيض قيمة العملة إلى تحفيز الإنتاج الداخلي ونمو الاقتصاد الوطني، يمكن لهذا الإجراء أن تكون له تأثيرات عكسية وتأثيرات سلبية تهوي بالاقتصاد إلى الانكماش.
بسبب التضخم الجامح الذي قد ينتج عن ارتفاع أسعار المواد الأولية مصادر الطاقة كالنفط والغاز مثلا والتجهيزات المستوردة. وعلة ذلك بأن ارتفاع أسعار المدخلات في عملية الإنتاج ينعكس بشكل آلي على أسعار المنتجات النهائية التي ترتفع بدورها، مما ينعكس سلبا على الطلب من خلال انكماشه، وهذا يفضي إلى تراجع المبيعات ثم الإنتاج، فتقلع المقاولات عن الاستثمار ويدخل الاقتصاد في دورة انكماش. وتشهد تجربة بعض البلدان النامية كالمكسيك والأرجنتين، وهي دول صناعية يعني لا بأس بها بالتصنيع، على ذلك فقد كان تخفيض قيمة العملة بهذين البلدين مصاحبا بأغلب الأحيان بتصاعد التضخم وتراجع الإنتاج. فإحنا بالعراق ما عندنا الصناعة، إحنا بالعراق الطماطة يستوردوها الجماعة مع العلم موجودة، الخضروات موجودة يزرعها المزارع ولكن المزارع محارب، الصناعة شبه تقرأ صفر بالعراق لأن الأحزاب السياسية والمستفيدين اللي لهم حصص اللي يستوردوها من الخارج يمنعون قيام الصناعة العراقية، فهذا يؤدي إلى كارثة للمواطن العراقي. راتبه هو إذا نتحدث عن الموظف، الراتب هو مقابل أنه الأسعار راح ترتفع من سلع وأغذية وغيرها من السلع الاستهلاكية. نعم، معنا اتصال عبد الرزاق من بابل، تفضل عبد الرزاق. عبد الرزاق اسمعني من الهاتف، الله يخليك نص التلفزيون تسمعني عبد الرزاق، هناك مشكله في نص التلفزيون، الله يخليك وعليكم السلام. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل اخي. شلونك استاذ؟ اهلا وسهلا بك، يا هلا بك، حياك الله، تفضل. استاذ عمر، بالنسبه للصعود الدولار، نعم، هم صادوا ضغط كل عراقي مو بس الدولار، نعم، وهذا هو حتما، هذا صعود الدولار هو يفيد هذه الاحزاب، لان هم لو صادقين ويا الشعب كان ما زودوا المصارف الاهليه، بس هذه لغايات ولفائده الدول الاقليميه. نعم، فمع كل الاسف يعني اصبح المواطن العراقي عرضه للأسلاف. وقبل شوية اتصل أخونا من السعودية يقول الشعب العراقي بعد شي تفضل الشعب العراقي، نعم، يعني أنت فوق 700 شهيد ومن المغيبين ومن المهجرين، نعم، كل هذا وإحنا بعد ما مطين، يا أخي إحنا مو مطين دماء، فالمفروض هسه الدول العربية هي اللي تدعم وتوقف ويا العراق. نعم، يعني المفروض هسه من الدول العربية أن تتدخل بالوضع العراقي، لأنه إحنا دمهم العوا ما ماتت الأمور، ليس الأمور الشعب العراقي لدول أخرى، إحنا طالب الدول العربية بالوقفة المشرفة والشجاعة للشعب العراقي. نعم، إحنا طالب الدماء وقسم من إخوان المهجرين ومغيبين، واحنا بعد اكثر من هذا وما نسكت على الظلم والطغيان والكفر. نعم، فنتمنى ان توضع حد للمأساة هذه للمعالات هذه، واذا هم جاي الدول السياسيين صراحه ما جاي يفكرون بالعراق. واذا انتبهت استاذي عمر للشهيد صلاح بالوصيه مالته، نعم، يقول اذا ما تتفضون، يعني يقول حالكم، يعني هو خطابة يخاطب كل العراقيين، مو يعني جهة معينة من أهل العراق، كل العراقيين من شمال العراق الجنوب، فيقولهم نعم. أنا أشكرك عبد الرزاق من بابل، كان معنا صباح من بغداد، فضل صباح. مرحبا بكم قناتكم الكريمة. أهلا وسهلا بك. بالنسبة للصعود الدولار بالفترة هاي يعني مقصودة طبعا، يعني احنا العراق جاي يمر بأزمة اقتصادية يعني دمرت البلد، فالسياسيين اللي جاي يديرون البلد ما يهمهم يعني الموجودة العملة بالبنك المركزي ان يستخرجوها ويضخوها بالسوق، لان السوق هو هم مهيمنين عليه، اغلبية التجار 90% من التجار رؤساء الاموال
هم محميين من قبل الميليشيات وهم نفسهم السياسيين، والدليل ماكو أي تقدم أو تطور بالبلد نهائيا. فهاي العملة الصعبة اللي راح يستحوذون عليها يعني ما راح تخدم العراق بأي شيء، يعني من هسه ضخم بالسوق المن صارت للصيرفات والمصارف الأهلية اللي هي أساسا للأحزاب وقادة الأحزاب، فراح يأخذوها شيء يدزون بها في سبيل يستوردون بها مواد غذائية. المواد الغذائية ما تعتبر يعني مثلا مشروع وطني، يبنون مثلا مشروع عملاق للدولة في سبيل يدور عليهم مستقبلا واردات ويطلعون هاي الأرباح وتصير محسوبة للدولة. كلها مواد غذائية راح تستهلك من قبل المواطن العراقي. يعني السوق العراقي هو حاليا سوق مستهلكين فقط، احنا مو بلد مصدرين في سبيل تعوض من شنو اللي نستورده. راح يصير عندنا احنا صناعة في سبيل نصدر وتجينا عملة من الخارج او يصير الدوار عندهم. احنا حاليا بلد مستهلك على ايد الاحزاب اللي كانت تحكم العراق صار لها 17 سنة ما بينهم اي مشاريع حقيقية في سبيل الدور. لا دعمهم حتى وزارة الزراعة المفروض بيها مثل هيك ملايين الدولارات ومليارات الدولارات اللي ما حد يعرفها وين، المفروض يدعمون الزراعة في سبيل يصير عندنا اكتفاء ذاتي من الزراعة. يعني من يدعمون الزراعة مو مثل مال صالح المطلق قبل 8 سنوات او 9 صرف اكثر من 2 مليار دولار على القطاع الزراعي على اساس يدعمه، وكلها نعرفها احنا مشاريع وهميه. والفلاح العراقي سواء في جنوب العراق او بالشمال او بالغربيه بقى يعاني من نقص من كل شيء، من اليات من بذور كيمياوي كل شيء يعاني من عنده، وبقى جامد القطاع الزراعي ما تقدم خطوة للأمام على إيد مثلا خلينا نقول الفلاحين أو اليد العاملة اللي راح تشتغل بهذا المجال. فصرنا إحنا نجيب الطماطة والبصل اللي هي مع الأسف أشياء بسيطة نستوردها منين؟ من جارة السوق إيران. يعني إحنا بلد زراعي أصبحنا بلد يعني حتى يعني مع نستحي نحكي بهذا المجال، عندنا نهر دجلة والفرات والأراضي الزراعية، لكن إحنا الدولة ما تريد العراق يتقدم. هذا مجال الزراعة، مجال الكهرباء هم ينصرفهم عليه 81 مليار، وكل هاي فلوس يعني فلوس عملة من جراء خلنا نقول البيع النفط أو المنافذ الحدودية جت للدولة وصار عندها خزين من الدولار، كلها صرفوها على تحسين الطاقة الكهربائية وكلها كذب بكذب. والدليل هذا الكهرباء نشوف احنا المفروض اكو جباية من المواطن العراقي في سبيل يصير واردات عند هاي الوزارة، وزارة الكهرباء وكل الوزارات نفس الشيء سواء الصناعة والتجارة والمنافذ الحدودية والهيئات الموجودة كلها عطلوها في سبيل يدمرون الاقتصاد العراقي. وفعلا دمروا الاقتصاد العراقي، اصبحنا احنا الان نستجدي من كل الدول، وشفناها من راح عادل عبد المهدي ومصطفى الكاظمي بفرتهم الأخيرة يستجدون من الدول يريدون قرض في سبيل بس يسدون الرواتب. زين أنتم متفكرون هاي المجال الاتصالات العالم جاي تتطور المواصلات الغيرها، بالعكس دمروا للبلد، وهذول ما وراهم يعني أن ينقذون البلد، ما يفكرون بإنقاذ البلد، يفكرون الخزين الموجود عنده بالدولارات راح يضخوه بالسوق. وطبعا حتى طريقة استخراج هاي المبالغ الموجودة للعملة الصعبة بالمصرف المركزي البنك المركزي، يعني هم لهم، هم قادة الميليشيات يأخذوها والمصارف الأهلية. يعني صدقني أي مواطن يريد يجي أو أبو صيرفة بسيط يريد يجي يسحب هيج أموال ما رح يطوه. يعني قلت لك هذا على لسان الناب محمد صاحب الدراج، قال لك بيوم واحد الأرباح 25 مليار دينار ما راحت الخزنة الدولة، راحت للجماعة للحرامية. احنا قبل فترة اكو عدة معلومات على بهاء الأعرجي شلون كان عايش على هذا الاسلوب، هذا يستخرجون العملة الصعبة من العراق وتاخذها مصرف مختص ويصير فرق بيها ويصير دوار بين البنك المركزي وبين الفاسدين من السياسيين. يعني المواطن العراقي ما يفكرون بيه، ولا اكو خطة للاستفادة من هاي الفروقات اللي يستحصلون عليها وزارة المالية وغيرها المفروض تتدخل بالموضوع. والاقتصاديين الموجودين بالبلد المفروض يطون خطط وبناء يعني فكرة شلون يستفادون، المجتمع يستفاد من هالشيء، بس هم ما يفكرون بهالشيء. هم يفكرون في تعطيل الدولة وتدمير اقتصاد العراق، وجاي يشتغلون على مشروع إيراني لتدمير الاقتصاد العراقي. هذا كل ما بالأمر. نعم، أنا أشكرك أخي صباح من بغداد. أبو صالح من صلاح الدين، تفضل أبو صالح، شنو رأيك شلون تشوف موضوع رفع سعر الدولار مقابل الدينار العراقي؟ استاذ عمر اهلا وسهلا بك. والله استاذ عمر بالاول اذا رد على
عبد الرزاق من بابي ما يقول نطلب من الدول العربية والسعودية، هو من دمر ما قال الرجل مطالب. لا لا هو قال ردا على المتصل، اسمعني أبو صالح، قال ردا على المتصل من السعودية اللي قال وين الشعب العراقي، قال الشعب العراقي قدم ما قدم، وذكر مثال على الفترة الأخيرة قدم أكثر من 800 شهيد، ها، وقدم كل هذه الدماء من أجل العراق. شي قدم العراق، أنتوا وينكم يا الحكومات العربية؟ قال اي انا على الحكومات، على الحكومات، وكان نظام نظام وطني وعايشين وامان واستقرار. لا عجبانا الامريكان، هم الدول الخليج والدول العربيه دمرونا، دمروا العراق كله والله، لما دول الخليج والله يا استاذ عمر والله العظيم يا استاذ عمر، يعني مو حظ وبخت، مو صدق، وكنا عايشين وامان ونظام وطني. بس تسوي هاي الله 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 لا يوفقهم ان شاء الله، وهم يوميا متطبعين بإسرائيل واحنا وقعنا بيها، والله كريم ان شاء الله ونعم بالله. انا اشكرك والله كريم من صلاح الدين، حياك الله. ابو عمر من بغداد، تفضل ابو عمر. حياتي لك، اهلا وسهلا بك، حياك الله. ابو عمر شلون نشوف موضوع رفع سعر الدولار مقابل الدينار العراقي؟ المتضرر منه هو المواطن العراقي. نعم نعم نعم, نعم. استاذ عمر، في ظل الحكومات المتعاقبه والعراقي، يعني حضرتكم تعرفون وكل العراقيين يعرف، يعني ناهيك عن القتل والتهجير والهاية، في ظروفنا هذه قاعد يعيش المواطن العراقي، خاصه في ظل 17 سنه اللي هاي الحكومات اللي ما قدمت العراقيين، ولا المواطن العراقي يقدر يتحمل على فد شيء انه يجي له مورد او وضع الاقتصادي جيد او الايدي العامله موجوده او الزراعه او الصناعه او كافه ملتزمات الحياه اللي يعيشها المواطن متواصله يعني امامك بحياته. هاي الامور كلها فقدت من عندنا من 2003 لحد الان، الزراعه والصناعه وكل الامور والتعيينات اللي ما قاعد يصير والقتل اللي قاعد نشوفه، يعني فجأة من هاي الأمور من قاعد يصير صعود الدولار والعراق فاقد كل الأمور اللي هذه، وين يتوجه راح يكون له؟ المواطن اللي هو قاعد حاليا بس الموظف اللي قاعد يستلم راتب يعني من العائلة، خلي بالعائلة يجوز يطلع عندنا كل فرد عائلة يطلع فرد موظف واحد، هم أكل عوائل، وبعض الأقوال العراقية اللي قاعدة تعيش بدون أي وظيفة، جور يومية قاعدين دي يشتغلون، هذه كلها لها تأثيرات على الفرد العراقي، يعني من راح يصعد بالدولار يوصل 1150 أو 140، راح سلطة الأنساب هي تكون مستفادة. يعرف يعرفون العراقيين ما عندهم أي مورد، ما عندهم أي يعني يتكلون على فتشي يجي من عنده مورد كزراعة أو صناعة، يعني هاي الأمور كل مفتاح. ناهيك عن الحصة التموينية وارتفاعها، لأن هسه الارتفاع اللي قاعد صار عندنا أستاذ، يعني زيت الطعام من 1500 2000، ناهيك عن الطحين، ناهيك عن الرز، ناهيك عن هاي الأمور، يعني شلون راح يكون يقدر الفرد العراقي يقدر يعيش إذا كان أجور يومية يشتغل 20,000 أو 15,000، زين شلون راح يقدر يوفر حياته لعائلته إذا يكون عنده مريض وإذا يكون عنده قاعد بجار؟ شلون راح يقدر يتعايش ويا ظل هاي الحكومات اللي أذت الشعب العراقي، وخاصة بالمرحلة الأخيرة اللي الموظف شنو راتبه إذا كان 750 إذا مليون؟ شنو فرق ارتفاع السوق إذا صعد ووضعيته صارت اعلى من راتبه؟ ما يقدر يسوي شيء، وخاصه اذا استقطعوا من راتبه، يعني اذا كان مليون قطعوا من عنده 250 او 200، اي هم اللي كيفهم اللي يحكمون بسلطه الغبراء، يعني ما راح يقدر يسوي شيء. هذه اهانه للشعب العراقي وقتل الشعب العراقيين اللي يقتلوه، يعني المواطن العراقي قاعد ينظر يوم على اسوء واسوء، لان ماكو فد شيء يرتكس عليه، ماكو فد يعني نقدر نقول عليها وضع دولة مقدمة إليه فد شيء على مود يقدر يتعايش بيه. خلي يرتفع الدولار، خلي يصعد، يعني اكو حياة يعني ممكن متواصلة. طيب اذا هي الحكومة كل مفاصل الحياة كلها فاشلة وحكومة تعبت العراقيين، ما بيها اي يعني وسائل يعني مواطن يقدر ان يعيش بيها، يعني كمواطن يحس نفسه ماكو،
كلها فوق ديتها ما يتحملها، من يتحملها ولا يتحملها الشعب العراقي صعود الدولار اي رقم اذا وصلت فيتأذى بالدرجه الاولى المواطن العراقي. يعني اشكرك ابو عمر من بغداد كان معنا، معنا اتصال ابو محمد من اربيل، تفضل ابو محمد. ابو محمد تسمعني؟ تسمعني ابو محمد؟ فقدنا اتصال مع ابو محمد من اربيل. طبعا مع خضم الأزمة الاقتصادية البرلمان الحالي أقر قانون تمويل الانتخابات العامة، نشوفه على الشاشة وإحنا نقرأ، بمقدار 329 مليار دينار عراقي، 329 مليار دينار أي نحو 294 مليون دولار هاي للانتخابات. ومن المقرر أن تجري الانتخابات المبكرة في حزيران المقبل، وكان البرلمان أقر في 29 تشرين الأول الماضي مشروع قانون الانتخابات المقدم للحكومة، وصادق رئيس الجمهورية برهم صالح على القانون مطلع كانون الأول الجاري. يعني على الانتخابات المزورة يصرفون مليارات الدولارات، 329 مليار دولار، والمواطن البسيط والخريج إن كان طبيب ولا مهندس ولا حامل للشهادة العليا ما إلى وظيفة، لأن والله يقول لك إحنا ما عندنا فلوس، بس من يصير شغلة انتخابات لا الفلوس موجودة وزيادة. أكو اتصال أبو راشد من عمان، تفضل أبو راشد. عمر والمشاهدين المحترمين حياك الله يا أهلا. بالنسبة المفروض أن الدولار مع التعادل مع الدينار العراقي بالنسبة حق الموازنة، أن الدولار العراقي قاعد يباع اليوم ب50 دولار، يجب أن الربع الأخير من السنة الحالية يقيسون الموازنة على سعر البرميل نصف دينار. نعم. لأن بالنسبة حق الاقتصاد العراقي. نعم أبو راشد من عمان، طبعا مثل ما أشرنا أنه البنك المركزي يبيع ال100 دولار ب145 ألف برا، بس تعبر الشارع من البنك للصيرفة ب160 ألف. زين إذا أنتوا تريد تضبطون الاقتصاد، تضبطون سعر العملة وترفعون سعر الدولار، ليش ما يكون ما نقول 145 ألف بالبنك المركزي وبالصيرفة بنفس السعر؟ خلي فد هامش بسيط مثل ما هو موجود في كل الدول. يعني هذه السرقة مثل ما أنه مزاد العملة من العام 2003 ولغاية الآن مستفيدة منه الأحزاب والميليشيات بالفارق اللي ذكرناه، وذكرنا مثال بسيط اللي صار قبل 4 أيام ذكر النائب محمد صاحب الدراج بأنه في يوم واحد تم بيع 230 مليون دولار، الأرباح بلغت 25 مليار دينار عراقي ذهبت إلى الأحزاب وذهبت إلى الميليشيات والمتنفذين في الدولة ولم تذهب إلى خزينة الدولة. فهو كذلك من يرفع من يبيع 145 ألف وبرا ينباع 160 ألف، يعني الفرق 15 ألف دينار. يعني شوف أنت باليوم كم مليار راح يدخل في جيوب الفاسدين، والمتضرر هو المواطن العراقي. معنا اتصال أبو محمد من أربيل، عاود الاتصال معنا، تفضل أبو محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. تحياتي لك وقناة الرافدين. حياك الله يا أهلا بك أستاذ عمر. إيش تفرج من العملاء؟ ذولا عملاء، ترى ذولا مو عراقيين، والله العظيم مو عراقيين، ذولا دي يشتغلون بس للدول الأجنبية، لإيران، البريطانيا، ذولا كلهم عندهم جناسي، ذولا كلهم عندهم جناسي خارج، يعني مو عراقيين، عندهم جناسي بريطانيا، عندهم جناسي أمريكا، ترى ذولا دي يشتغلون للدول الغربية، ذولا مو عراقيين. هسه اذا ذولا لو شويه عندهم غيره، شويه عندهم غيره، يقللون الرواتب العراقيين الموظفين العراقيين. مثلا عندي انا اخذ راتب 100 مليون دينار، يقللون من راتبي من 1 مليون إلى 500 وينزلون الدولار، السوق يستقر والسوق ينزل، هيك احسن من ما يصعدون الدولار والشعب العراقي هو المتضرر. ترى ذولا مو عراقيين يا الشعب العراقي، انا اقول لهم للشعب العراقي اذا كلكم مو ايد واحده وتطلعون تطردون ذولا، ترى ذولا راح يدمرون العراق ويدمرون الشعب العراقي. وانا اشكرك ورحمه الله والديك استاذ عمر. والديك حياك الله، اهلا ابو محمد من اربيل. رساله يقول فيها ابو حاتم من الموصل، يقول فيها استاذ عمر العراق مو بيد اهله، بيد الاعداء، مقصوده ومتفقين على هذا الوضع في العراق.
رسالة من أبو يوسف من الدنمارك يقول: تحية لك أستاذ عمر. أخي، العراق الآن يغذي ميليشيات الحوثي ويغذي إيران ويغذي ميليشيات حزب الله ويغذي نظام الأسد. أخي، أكيد ماذا يفعل البنك المركزي العراقي وهناك نقص بالنقد الأجنبي؟ أبو يوسف من الدنمارك. تحدثنا عن تداعيات رفع سعر الدولار مقابل الدينار العراقي على المواطن العراقي، كان سعره 125,000. إذا تحدثنا بالسوق هو أقل في البنك المركزي العراقي، راح يصير بالسوق سعره 160,000 دينار عراقي لكل 100 دولار، وهذا يؤدي إلى رفع في الأسعار وتضخم في السوق وانكماش كذلك. شكرا لكم أعزائي المشاهدين، وإلى اللقاء بإذن الله.